حكوى ريفيتالايزر ثيرابي، العلاج بالماء الساخن للدكتور فارس الحجري. مراجعة النظراء من باحثين أكاديميين. استعراض المفهوم المقترح للماء الساخن كمشروب علاجية. العلاج بالماء الساخن والهيدروجين للدكتور فارس الحجري. فيكي جاكسون، محققة لوس أنجلوس للطب البديل. لدى فيكي شهادات كمستشارة صحية شامل، ومستشارة التغذية السريرية، ومستشارة الطب الأعشاب. ترى إمكانات كبيرة في لوس أنجلوس لترويج في هذه الحقول، وهي أيضا عضو في جمعية دينشا للصحة. يمكن الوصول إلى فيكي على العنوان التالي: vljackson@hotmail.com. قد يبدو هذا الفيديو معقدا بالنسبة إلى بعض المشاهدين، ويمتلك أفكارا علمية سليمة، وهو أمر مثير للغاية. من الشائع أن يستمتع الكثير من كبار السن بكأس من الماء الساخن، كم عدد المرات التي لا يزال فيها هؤلاء منا ليس في هذه الفئة العمرية يقولون بسرعة: لا شكرا، عند تقديم مثل هذه المرطبات. لقد تساءلنا جميعا ما يراه شيوخنا في مثل هذه المشروبات اللطيفة وغير المستساغة ربما. وفقا للدكتور فارس الحجري، يعرفون شيئا نحن لا نفهمه من مشروبات الطاقة التي نتناولها. في أفلام الفيديو والكتب والمؤتمرات التي يمكن العثور على العديد منها على موقع يوتيوب، يشجع الدكتور الحجري فكرة أن الماء الساخن للشرب بدلا من الانغماس فيه هو إحدى أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها لصحتك. في مقطع فيديو تمت ترقيته من خلال الجمعية الأمريكية للصحة الشاملة في الأونة الأخيرة لمشتركي النشرة الأخبارية، يشرح الدكتور الحجري وهو مواطن من سلطنة عمان قام بدراسة تأثيرات الهيدروجين وكذلك الماء على جسم الإنسان. يشرح أفكاره بشكل ملخص، ويؤكد أن هذا العنصر ضروري لنمو الجنين في الرحم. لتبدأ من هذه النقطة، يشرح الدور الهام الذي يلعبه في صحتنا المستمرة، واصفا إياه بأفضل مضادات الأكسدة. دعونا نلقى نظرة على هذه الفكرة من وجهات نظر أخرى. أولا وقبل كل شيء، لأولئك الذين ليس لديهم أي درجة من علم الأحياء والكيمياء وما إلى ذلك، وحقيقة أنه عندما يتم تسخين الماء فإن الذرات بداخله تتحرك وتتحرك حوله بكثير. نفس الشيء مع أي مادة، أليس كذلك؟ هناك المزيد من الطاقة المعنية، لذلك سوف تحصل على المزيد من الفوائد من المغذيات في الماء. في المقام الأول المعادن، وهذه ما يفسر السبب وراء ضخ الإفراج عن مكونات الأكثر صحية كما في الشاي الساخن. عندما تتناول مشروب من أعشاب للعلاج، النقع في الماء البارد لن يفعل الكثير لأي مادة تضيفها إلى الماء. الحرارة نفسها كذلك ما تقوم بوضعها في الماء سوف تفعل أشياء جيدة لجسمك. الآن نظرة أخرى على الهيدروجين كعنصر في الماء، وتذكر الهيدروجين المستعبد مع الأكسجين يعادل الماء. عندما تحصل المعالجة الحرارية، أيضا
سوف يؤدي الهيدروجين إلى أشياء عظيمة لدى الشخص الذي يستهلكه، كما لو أننا قلنا أوه أشعر بنشاط ولدي استعداد لمحاربة كل تلك الجذور الحرة. فقط كما هو الحال مع الكثير منا، الشعور بالبرد يؤدي إلى الإبطاء بالاستمرار، بينما التسخين يجعل الأمور تتدفق. وهناك تفسير بسيط ولكن بشكل أسهل كثيرا ربما للهضم أكثر من التقنية الأكثر تفسيرا في الفيديو، في حين أن الطبيب الذي حصل على درجة الدكتوراه في الطب البديل في الهند يتحدث إلى مشاهدي، فقد يكون غير متعمد لبعض الأشخاص الأقل دراية بالكيمياء أو الطب الشمولي أو أي علوم. وبما أن الكثير من الأمريكيين لا يملكون خلفية في مثل هذه المواضيع بفضل الهبوط الهائل في المناهج الدراسية لعقود من الزمن، سيكون من الأسهل على الكثيرين إدراكهم بشرح أبسط. بالنسبة لأولئك الذين يتمتعون من ورائهم ببعض الصحة أو العلم، هناك مصدر جيد آخر لاستخدامه للتحقق من أفكار الدكتور الحجري، هو دراسة أجرتها مؤسسة KGK Synergize من لندن في أونتاريو بكندا. انظر إلى الرابط كما هو مبين أمامكم للحصول على المقالة بأكملها. في هذا العمل فعالية الماء الغنية بالهيدروجين في حالة مضادات الأكسدة للموضوعات الذات متلازمة التمثيل الغذائية وفق دراسة تجريبية ذات علامة مفتوحة التي أجريت في عام 2010 من قبل أتسونوري ناكاو ويوشيها تويودا وبراتشي شارما ومالكانتي إيفانز ونيرا غونثري. وقد تجلى نفس المفهوم الأساسي وإن كان ذلك بطريقة مختلفة. وخلاصة القولة، وجدت الأشخاص الذين تناولوا مياه التخصيب بالهيدروجين خلال فترة من الزمن وجدوا زيادة المستويات الكوليسترول الحميد النوع الجيد وانخفاض الكوليسترول السيء النوع الذي لا نريد كثيرا، ومشاكل متلازمة الأيض خففت. التجربة وبعبارة أخرى كانت ناجحة في تحسين الصحة العامة للمشاركين مع أقل مقاومة للأنسولين. بدون أي شك سيؤدي لهم إلى انخفاض وزن الجسم، كما وجدوا عملية الأيض لديهم تعمل على النحو الأفضل، وكل ذلك دعالة على أنها من المواد المضادة للأكسدة. ولذلك فإن الافتراض الأساسي وراء الفيديو للدكتور الحجري في هذه الحالة سليم، في حين أن هذا لا يضمن أن كل واحد يحتاج إلى القيام به هو شرب كميات وفيرة من الماء الساخن للحفاظ على الصحة. فمن المؤكد أنه يتفوق على مشروبات الطاقة التي غالبا ما تكون باحثة الثمن. والمحلى عادة وبصراحة كربي تذوق أكيد، والتي غالبا ما تحتوي على مكونات مشكوك فيها مثل الكافيين، التي قد تعطي المستخدم بعدا لا تجدى نفعا للجسم. وبعبارة أخرى، متابعة نصيحة الدكتور الحجري لا يمكن أن تفعل لك أي ضرر بل الكثير من الخير. لمزيد من المعلومات حول الدكتور فارس الحجري، انظر إلى صفحة الويب له www.farisalhajri.com. للحصول على معلومات حول الجمعية الأمريكية للصحة الشمولية، انظر إلى ahha.org.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يرجى التكرم بالآتي: تسجيل اشتراكك بقناة اليوتيوب الخاصة للدكتور فارس الحجري، نشرها على معارفك ليستفيدوا كذلك، تسجيل ملاحظاتك سواء كانت سلبية أو إيجابية ليستفيدوا الآخرين. فالحياة مدرسة لا نهاية لها من العلم، فهناك كل يوم علم جديد نتعلم جميعا. فالملاحظات السلبية تساعد على التحسين والتطوير وتحقيق المزيد من العلم، بينما الملاحظات الإيجابية فهي جرعة نحو مواصلة المصير ونشر كل جديد في هذا العلم. تسجيل تجربتك، فهناك الكثير ممن يؤمن بتجارب الآخرين. أخوكم الدكتور فارس الحجري.